هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كثيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة كردة كردة مدير كردة، ريح بالك كردة. على 100 ريال، على 100 ريال ثور عماني اصيل، على 100 ريال، على 100 ريال. هيا يا الدقات راح ثاني في العصب انا صاري نعمه. يلا ابوي على 100 ريال، على 100 ريال محل زيت، على 100 ريال 110، والنعم فيك على 110، على 110، على 110، على 110. تهمس شوف لاحظ بنفسك ثور عماني اصيل على 110، على 115 والنعم فيك قاله 115، وخلفان هذه قولته 115، 115، 115 ريال، 115، 120. بارك الله فيك بونمر، 120، 120. وسير ولا تخاف ولا تبالي، على 120، على 120. تهمت وشوف على 120 ما حد يزيد، 125. بارك الله فيك، 125 قالها، 125، 125، 130. بارك الله فيك، 130، 130، على 130. شوف ولاحظ بتهمس لحم عماني اصيل على 130، على 130، على 135، على 135. بارك الله فيك التاجر، على 135، على 135، على 135. خلم يزيد على 135، على 135، 140. بارك الله فيكم 140، وهذا احنا قلناها 140، 140، 140. من يزيد 140، 145. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. 145، على 145، على 145، على 145، على 145. بزيدك 150 والنعم فيك 150، 150، 150، 150. خلي من يزيد 150، 155، وفلس واحد ما ازيد. بارك الله فيك 155 قاري، 155 التاجر. ما حد يزيد، ما حد يزيد، ما حد يزيد. اوقف ابيع وفهد يستاهل، يستاهل، يستاهل. اقول اني وقبتك وهبتك هذا الثورة على 155 ريال. الحمد لله الوالده،
الحمد لله. ما شاء الله، شوف كيف صارت المزرعة. ايه نعم، الجهد والتعب اثمر وجاب نتيجة، وما قصر بعد مهندس مبارك، ما قصر معنا. ايه نعم، اما حقيقة ان صارت خضرة كلها المزرعة، الحمد لله رب العالمين. طلعت يوم حيث ان وقفنا لها طلعت زين الحمد لله. الوالد هذا ما كان مهندس مبارك جاي؟ اي والله كان هو. اي والله هو جاية. حيا الله مبارك يا حليل. وصل نشمي. حياك حياك، قرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمهندس مبارك، يا مرحبا. اهلا وسهلا، حياك الله. كيف صحتك؟ الله يعافيك. الحمد لله. هلا هلا يا ولدي، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير، الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله، المزرعة في تطور مستمر. الحمد لله الحمد لله، هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. نشكر الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نوبة ما ننسى وقفتك معانا. ايه هي والله صدق هالوالدة، انك ما قصرت معنا ابدا، وعاد توجيهاتك هذه شوف عاد شوفت عينك. ايه، خلت المزرعة ما شاء الله كلها خضرة والحمد لله. بالعكس بالعكس، انا ما سويت للواجب. حسن ان شاء الله ما قصرت. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. ايش هذا الخير كله؟ ما شاء الله الثمر ما شاء الله مكتمل. الحمد لله يا مهندس مبارك. الحمد لله رب العالمين. وعم تشوف الثمر مكتمل والمحصول كله زين ووفير والحمد لله. وسميك انك لو دورت المزرعه كلها رباعه ما بتحصل ثمر واحده ضايعه. عجب، بعد كم من يوم بتنزل السوق بتسترزق منه، وان شاء الله ان شاء الله الربح يكون من نصيبك. ان شاء الله يا ولد. ان شاء الله ان شاء الله. كردة كردة كردة، فكر يالك، ريح بالك. كردة كردة كردة. انت من في ريد كردة؟ كردة موجود. انت من؟ انا رافي. انت في ريد كردة؟ الله اكبر يا الدنيا، تو خلفان نقلب رافي. ارباب، اذا انت في ريد كردة كم سبيسة فكه فقط من كل ريال واحد فقط. انت من شغلك في ذي الشغلة؟ انت مو في ريد ارباب؟ انا ريد يعرف. انت من شغلك في ذي الشغلة؟ اربابك الفان. كلفان ما غيره. كردة 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 كردة. خلفان. اوه خلفان. نعم نعم نعم. تعال ابا تعال. يا الله قاعد. انا شيفه. ها شيف، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. كيف حالك؟ كيف حالك شيخ؟ عساك طيب. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يدعيك. عافاك الكل. علومك واخبارك ثانيه مو؟ سلمت والدوم. الله يدعيك. كيف حالك؟ الحمد لله خير. بغيتني بشيء؟ اقول هي. حتى بذي الشغله، شغله الخراده، رافي ورباحته ورانا يا خلفان. هي هي يا شيخ يا اخوي. وهو انا لقيت واحد من اولاد البلد يرضى يشتغل شغله الخراده هذه. يا سيف يا اخوي صدقني، كل ما اسير حال واحد يقول يا عوين انا خجل وحده اشتغل ذي الشغله، وسير دور ربعك. اصبحت يا اخوي ما عندي حيله، ما بيدي حيله البر. لا حول ولا قوه الا بالله. ترى هذه هي المشكله يا اخوي يا خلفان، هذه هي المشكله. يلا احنا عاد نستاذن. احسنت. احسنت، جزاك الله خير. وما قصرت. بالعكس، انا ما قمت الا بالواجب يا اخ ناصر. اللهم يبقيك اصيل. الله يخليك. احسنت عاد. لكن اقول يا مهندس مبارك، ترى اتمنى انك ما تحصل فرصه تراك تزورنا. والله ايش اقول لكم يا جماعه، الفرصه البسيطه هذه دوروها حالي وحالكم. احسنت يا جماعه، والله كثير مشغول تراني، لكن ان شاء الله انا اوعدكم اذا حصلت اي فرصه اني مزرعتكم هذه بخليها ضمن برنامجي. اللهم يبقيك واحسنت. لكن عاد صار عندي سؤال، اسمح لي اسالك هذا السؤال يا مهندس. تفضل تفضل ناصر. تو انت توظفت وبعدك؟ انا بصراحه عمليه التوظيف هذه ما مقتنع بيها اطلاقا، وبيني وبينك الاشغال الاداريه انا ما اواطنها، ما احبها، ما ادري ليش. انا يا اخ ناصر بيدار ود بيدار، مثلي مثلك تماما. كنت حاط في بالي يعني قبل لا اتخرج من الجامعه اني اعمل مزرعه علميه، وهو بصراحه كان هذا طموحي الشخصي من زمان. تعال معي انت ان شاء الله سرور، مسلك فرصه وبراويك المزرعه اللي انا عملتها. بصراحه يا اخ ناصر كلفتني حوالي اكثر من 80,000 ريال. والله يا مبارك انك شوقتني ان اشوف مزرعتك هذه. اهلا بيك اهلا بيك اخ ناصر، حياك الله في اي وقت. والتليفون عندك، بس قبل لا تجي اتصل بي. انا اقول يا ولدي. نعمه. لو تروح عند مبارك وتتعلم منه يمكن تستفيد. يا والله اصدقها خالتي مناصر، بس قبل لا تجي اتصل بي عشان اكون موجود في المزرعه. يلا
فما الله. يلا عاد مع السلامه. فما الله ناصر. فما الله قدام الله. الله يوفقك يا ولدي. احسنتم جزاكم الله الخير. السلامه. خلي بالك عاد في الشوارع. خلي بالك ان شاء الله على السرعه. ان شاء الله ولا يهمك. الله معك. اسف يا اخي. اسف اسف. ومن اي من قصرف هذه؟ اسف. هذه اول مزرعه من نوعها في السلطنه وسميتها مزرعه سرور الحديثه. مبروك ان شاء الله يا مهندس مبارك. مبروك. الله يبارك مبارك. مبروك. الله يبارك فيكم. احسنتم ما قصرتم. مثل ما تشوفوا المزرعه مقسمه الى الواح للزراعه. نعم. وكل لوح نسميه سرير. تعرفين كيف؟ نعم. الواح الومنيوم مصممه بهذا الشكل الخاص. فيها اسراب الطول مع الانحدار للزراعة. طبعا مثل ما انتم شايفين ما في تراب. صحيح. نحط القور من خلال فتحات في غطاء البلاستيك. هذه الفتحات المتساوية. هذه الفتحات اللي انت شايفينها الحين. وفوق اللوح خرطوم ماء يوزع على كل سرب من النبات كمية الماء. وطبعا السماد والمواد اللازمة تكون مذوبة في الماء. سبحان الله. فكرة المزرعة العلمية هذه هي استخدام كمية الماء اللازمة فقط للنبات. نعم. والزيادة في الماء يتم إعادة استخدامها من خلال دورة الماء. صحيح. صحيح. تتحكم فيها مكاين الماء وأجهزة إلكترونية. ما شاء الله. تفضلوا تفضلوا شوفوا تفضلوا. يلا بسم الله. تفضل. نكتب عقب ملاحظاتنا. ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك للردى. ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك للردى. من غير آمال تطرق على أبواب الكسل ويدوب صوتك في الصدى. ضايع سدى عمرك سدى. ماشي وما تعرف هين في دروب دوارة. طير بلا جناحين والريح غدارة والريح غدارة. ضايع سدى عمرك سدى زهرة شبابك زهرة شبابك زهرة شبابك للردى.
اوف ما يخلوا حد في حاله. هنا بركة تجميع الماء، ودائما هذا البركة فيها 40 لتر مكعب من الماء. ولما يحصل أي نقص من الكمية يتعبى بشكل أوتوماتيكي من البركة الاحتياطية للماء. الماء اللي يرجع من المزرعة للبركة يكون درجة حرارته مرتفعة ويتم سحبه إلى جهاز التبريد. شوف أنت. وبعدين يتم ضخ الماء إلى جهاز التنقية. نعم. وهذا عبارة عن فلترات تفصل أي شوائب من الماء. وبعدين طبعاً يتم ضخ الماء إلى جهاز تحكم إلكتروني. في جهاز كمبيوتر للتحكم. هذا الجهاز يقيس درجة الحموضة والملوحة والحرارة. من خلال قياس الكمبيوتر لهذه المكونات يعطي أوامره إلى أجهزة خاصة تزيد كمية المادة المطلوب من خزانتها بشكل أوتوماتيكي. أحسنت يا مهندس مبارك، أحسنت وجزاك الله ألف خير عنا. الله يخليك شاء. والله يبارك لك إن شاء الله في هذه المزرعة. مبروك مبروك مبارك. أخباركم يا أخوان. يا رب إن شاء الله رزقنا واحدة مثلها إن شاء الله. آمين إن شاء الله. لكن عاد مهندس مبارك أنا والأخ أحمد عندنا سؤال حي. نعم باغي نسأل. تفضلوا حياكم الله تفضلوا. لو فرضا تعطل جهاز الكمبيوتر أو حصل فيه أي عطل. نعم. كيف بتعرفوا؟ حقيقة أحييك على هذا السؤال. أحسنت. سؤال جدا جميل. أحسنت. طبعا يا أخ ناصر جهاز الكمبيوتر مبرمج. نعم. لو صار أي خلل يرن جرس إنذار. جرس إنذار جدا قوي. ينسمع حتى من مكان بعيد. ما شاء الله. طبعا إحنا على طول نتحرك ونجي المكان ونشوف إيش اللي صاير. Thank you.
راح وجاهد واستعد يبغي يوصل صوب الفلاح، ساهر وناضل واجتهد بعد الصبر نال النجاح، مرة خسر لكن صبر شايل على اكتاف الأمل، ليل ونهار مستمر يعمل بلا عجز وملال، لا يأس وقف رحلته وبالفرحة يوصل للوعود، ولا مرة فوت فرصته والفرصة مرة وما تعود، مرة وما تعود. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ناصر واهلي شغالين مزعة. الله ما شاء الله بارك الله. ناصر كيف حالك؟ كيف حالك خالتي؟ صيدين يطين. السلام عليكم ناصر كيف حالك؟ ناصر كيف حالك؟ صحتك؟ الله يعافيك. لا بد كيف حالكم؟ ما شاء الله يعافيك. طيب. ما شاء الله. هذه الزراعة اللي تريح البال وتعمر القيب. نعم نعم. شوف بعينكم يا اخواني، شوف بعينكم. والله انك تستاهل يا ولدي. الله يبارك فيك. احسنت. تستاهل اكثر من كذا. البركة من الله سبحانه وتعالى. احسنتوا. الله يبارك فيك. احنا كنا قبل شوية عند اخوك خالد. اي نعم. دارينا في المصنع. اوه مبروك خالد. ايه الله يبارك له. انا وبعض اصدقائه الشباب. نعم نعم. الله يوفقه ان شاء الله. وكلنا بمرة عاد نمر عليك ونبارك لك بهذا الموسم الطيب. الله يخليكم. على العين والراس. احسنتوا الله يخليكم. الله فيك. لكن عاد قرصة. نعم. ما دام وصلتوا عندي ترى العشاء هنا. العشاء عندي هنا وام ناصر ما بتقصر ان شاء الله. يا جماعه الخير ماشي داعي. وانت يا ولدي ما تجوز عن هالسوالف الله يهديك. ابو سليمان. نعم ولدي. سيف. نعم. خالد. تراني بيدار. ونعمك. ولد بيدار. ونعمك. وكلمة البر ما طيح الارض. العشاء عندي يعني عندي الليله. اخبرك. تم. أصيلة ما عندها مانع يا عبد الله. لازم تتأكدي من رايها يا شيخة. أنا تأكدت من رايها وقالت لي رأي من رأي أبوي. والله يا شيخة أنا أشوف أن ناصر ولد طيب وشاب مناسب لأصيلة وما ينرد. كم في يطلب مقاول من أنت أستاذ؟ تصور طلب مني 4000 ريال. قلت له يا أبوك أنت وايد غالي ماري ودرته. لا إله إلا الله. 4000 ريال هذا غالي. شوف حبيبي أنا ممكن يسوي سور مع البيت مع أنت 3000 ريال. زين ولا لا؟ الله أكبر. ليش ما زين؟ زين ونص بعد. زين. أنا يريد فلوس مقدم يعني أربون. وأنا حاضر. هذا حقك 1000 ريال مقدم. وهذا وصل مال أمانة يعني بيل. تفضل وساس. ماشي الحال. المهم متى بتبدأ الشغل؟ صراحة يعني أنا الحين في عندي شغل فاقد بس لازم بعد 10 يوم يبدأ شغل إن شاء الله. يلا على خير. على خير إن شاء الله. تفضل. تفضل وساس. تفضل. شوف حبيبي سور مال بيت مال انت لازم يصير تمام فاقد تمام إن شاء الله. هذه همتك عاد. إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. ألو. السلام عليكم. أهلاً أهلاً. أيوة أرباب. أنا يشوف مكان هذا. مكان فايد ممتاز. في شغل منك أنا يعرف كله تمام كله زين إن شاء الله. بس أنت لازم يجي مني عندي مكتب. أيوة مشان يدفع يعني أربون. 2000 ريال. 2000 ريال زين يعني. اوكي تمام ان شاء الله. انا في انتظار في مكتب ويجيب معك 2000 ريال لا تنسى. زين يلا مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. كشور عطنا 1000 ريال من الحساب. ها كيف ها بعد؟ اقول لك عطنا 1000 ريال من الحساب. ليش يا رباب بدر؟ قمت حاسبين على فلوسنا بعد؟ لا يا حبيبي انا ما في حاسب.
هذه فلوس لا مال انت ولا مال انا، هذه فلوس مال ارباب كليفه امانه في رقبه مال انا. وانا مبدئيا يا ولدي يا ناصر اقدر اقول لك اني اذا زوجتك بنتي اصيله فبكون مطمئن عليها. على اي حال انا في انتظار تشريفكم انت والاهل لنزوه علشان نتمم باقي الاجراءات حسب العادات والتقاليد المتبعه. الحقيقه يا عم عبد الله احسنت وجزاك الله خير ومبروك علينا كلنا. هذا مخجل عم عبد الله مخجل. مبروك يا ناصر، ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك يا خالد وأحسنت. مبروك يا ناصر، نعم إنك تستاهل لأنك طيب. بارك الله فيك يا سيد أحسنت. مبروك يا المعرس الجديد. منك المال ومنها العيال. لا ما أريدها. وش على أي حال يا ولدي يا ناصر لا تشيل هم من ناحية الملكة، متى ما تشوف نفسك جاهز خبرنا ونحن حاضرين. والله ما قصرت فيها كاشور، كفو عليك. نعم كفو. يعني انت وانت جالس تضحك ومستانس مرك ذاك يعني عاجبنك بسوي كاشور فيي؟ طبعا عاجبني ومستانس بعد يا حبيبي. هذه الفلوس أمانة في رقبة هذا الرجل، أمانة. كيف بغن يعني يلعب ويفرط في الأمانة؟ وبعدين لو أنا قايل اللي يعطيك جما بيقصر بيعطيك، لكن عادي هني اسمح لي اسمح لي. نعم الشغل شغل بزنس. تعال. ايش يعني انت ناوي تسوي الفلوس كلها في الشغل؟ على الاقل يا خليفه اسحب الارباح. من غبي غبي يا بدر، ما تعلم مني انت يا اخي ما تعلم. اسمعني يا حبيبي، خلي في البدايه هالكم من بيس الضول تتجمع زين، ولما تستوي بشتن غاويه بعد ما يهمك نطلعهم على وين؟ على المطار. على المطار كشتن غاويه في بعض الدول، نرتاح نريح نستانس على الآخر ونرد. يعني انتظر يا حمار لحد ما يجيك الربيع، وحضرتك تبغانا نحرص لحد ما نجمع الهبشة وتقول عنها؟ لا با ما يصير. تعال تعال لا تنسيني تجلس تضرب لي الأمثال. انت ليش رحت مسقط وما خبرتني؟ ها ايه صح ما خبرتك، كان عندي شويه شغل في مسقط قلت لازم اروح يعني. بعدين يا خليفه احتاجيت شويه فلوس وصرت عن كاشور هذا وما اعطاني. بس يا بدر يا حبيبي، احنا ليش نمد يدنا على راس المال اللي جالس يشتغل في السوق؟ ليش؟ صح ليش؟ صح صح, صح. والله كلامك صحيح يا خليفة، والله صحيح صح. أتنسيني كده تنسيني بوي، متى نروح مسقط حتى نقدم الحل أوراق الخاصة مع الفيري فيزا هذه مع العمال؟ انت نسيت أمو؟ لا ما نسيت ما نسيت، يعني كلها إن شاء الله أسبوع واحد وبنمشي على مسقط وبنضرب عصفورين بحجر، يعني بنعملها مشيتين في مشية. بالمرة ندقق على حسابات الأخ كاشور، وثانيا بنقدم انتهز فرصة نقدم طلب عمال، فبناخذ في حدود 20 عامل، ولا أقول لك خليهم 30 عامل أحسن. أيوة يا حبيبي اشتغل انت اشتغل، وشغل معاك هذه بسماها الفري فيزا اشتغل، ونسرحهم ونخلي كل واحد يشتغل على كيفه وعلى هواه وفي أي مكان يريده، وفي آخر الشهر بنضرب من كل واحد 20 ريال. يعني احسب انت احسب على كيفك، ولا أقول لك انت ما تعرف تحسب؟ كي احسن طلع ورقه وقلم واحسب افضل. زين كيف انت ما تحسب وحدك؟ ابي يعني ما اعرف تقول. يا سلام عبنا، ليش معيننك مستشار المؤسسه؟ ما عشان تساعدني في كل شيء يعني؟ طلع ورقه وقلم واحسب بسرعه، يلا بسرعه نفذ الاوامر. ايوه احسب معاك لو سمحت. لحظه يلا
30 عامل بسرعة بسرعة. ها؟ 30 عامل ضرب، تعرف تضرب أنت؟ أيوة ضرب. 20 ريال كم يطلع في الشهر بسرعة؟ صبر شوي. أيوة 600. حلو جميل جدا. الآن بنحسبها إحنا في السنة، نعم في السنة، فأضرب عندك 600 ريال مزين ضرب ها 12 شهر كم يصيروا؟ صبر بسرعة بسرعة. صفرين و يا ربي 7200 ريال عماني. 7200 ريال عماني يجين هنا إلين عندنا وإحنا مرة حاطين رجل على رجل. اسميها غناية غناية. سبعة آلاف ومئتين ريال غناء. أما أنك ولد فقر فعلا فعلا ولد فقر، أنت ما تتعلم بر ما تتعلم ولا تعرف الفلوس. يا حبيبي يا ابني يا بدر، احنا ما زلنا في بداية الشغل، ما زال الشغل في أوله، لكن غيرنا أشطر منا. لا قلت لكم ما نبغاها. يا أخوي الله يغنيك إنك تزوج أخت إنسان شري مثل هذا اللي اسمه سليمان. أبو يا زينة أحيد رايش في أصيلة غير عن هذا الكلام يا أختي الله يهديش. أنا ما معترضة على أصيلة يا أخوي، بس سليمان أنت نسيت الإهانة اللي هانك إياها؟ ما هذا اللي قال أنت وين ونحن وين؟ هي بس يا زينة هذه كانت ساعة غضب، وعمي عبدالله المسكين ما قصر قو صلح الموضوع وتسامح مني. اللي مثل سليمان هذا ما يستاهل انه يكون خال لأولادك. انا بنقلك بنت ثانية احسن منها وما نبغى نشامك سليمان، وإلا بنهتلك طول حياتنا. وفطيم مو تقول فطيم، ابغى اعرف رايك في الموضوع يا اختي. يا أخوي إذا كنت باغي أصيلة فلا تحرم نفسك منها. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها متجلسين ما شاء الله. يعني شوية. تأخرت يا عبد الله، وين كنت؟ كنت في سمائي. مبروك يا بنتي. مبروك. مبروك على ايش يا الوالد؟ انا رحبت بموضوع طلب ناصر لأصيلة. مبروك يا بنتي، الله يوفقش ان شاء الله توفيق الخير يا رب. احسنتي يا الوالدة. بس يا الوالد انا تكلمت مع ناصر وقلت له يعني ان ما في نصيب. ناصر طلب مني أصيلة وانا ما من عادتي اني ارد الناس الطيبين. على أي حال أنا طيبت خاطره بعد تصرفك السخيف معه. أيوة اسمعني يا سليمان، اسمعني زين، هذا مستقبل أختك، وشاب مثل ناصر شاب خلوق ومجتهد ومعتمد على نفسه ما حد يرفضه. وبعدين أبغاك تسمعني زين، إنك أنت ما إلك كلمة ما دمت أنا حي. جاي من وقت من الشغل؟ ترخصت من الشغل. هاي
هذا اللي انت شاطر فيه، دومك كسلان وما عندك الا الكسل وبس. يا حرم يا حرم، شوي شوي علي، احس بدوار دوار في راسي. خليني ارتاح. اسمعني، اذا كان هذه الحجج تمشي على مسؤولك فما تمشي علي انا، فاهمني زين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا حرمه لا تخافي، ما بيقطعوا من راتبي الشيء، بيعطوني اياه كامل. والله هذه شغلتك ما منها فايده البر. انت الحين الله يحش، ايش اللي مزعلنك؟ ايش اللي مزعلني؟ يا ما قلت لك خلطه قاعد، خلطه قاعد واشتغل مع ولد اخوك وامه. امه طول عمره شطار من مريم، يقولوا عنها اوين صايره الكل في الكل، وتامر وتنهي في المصنع. ما عيب اذا الوحده تساعد ولدها في الشغل. ونوبه ما عيب اذا العم اشتغل مع ولد اخوه، على الاقل القليل يشغلك امين الصندوق. امين الصندوق مره واحده. سمعي يا نصرة، انا حاس بالدوار في راسي، والحين خوزي من قدامي، ابغى ارتاح، تعبان. لا لا يا قاسم، لا، العصا هذه طول عمرها مبنية على الرزق الحلال، وإذا كنت لقيت لك واحد مثل خليفة يحب اللعب فتأكد إني أنا خلفان ما خليفة، فهمت؟ خلفان خلفان يا أخوي، خلي عقلك في راسك، لا تكون غبي. خلينا نتفاهم. اسمعني يا قاسم، المزاد قدام الناس كلها، وما دمت أنا دلال العرصة، مال الحرام ما يدخل العرصة إطلاقا. إذا كنت جاي علشان تشتري ولا تبيع تفضل، حياك الله شاري وبايع. أما إذا كنت جاي تلعب مثل ما كنت تلعب مع خليفة فأحسن لك تتفضل من هنا، وإلا تراني قسما بالله بطفر بك، فهمت؟ طفر بي. ها سيب غبي. صحيح يوم قالوا إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ألو، نعم. وعليكم السلام. نعم، يا ساتر يا رب، ايش اللي صار يا خالتي نصرة؟ الحقني يا خالد، عمك الجمعة طاح. شوي عورتنا بس. تعور بدر، علموني في المدرسة ايه عن هارون الرشيد. ايه هارون الرشيد، هذا الشخصية العظيمة التاريخية. طبعا انت ما تعرف منه هارون الرشيد. عموما تعرف ايش كان يقول للغيمة؟ وايش كان يقول عاد؟ كان يقول اذهبي حيث شئتي،
فخراجك راجع إلي. اسمع انت، ايه هارون الرشيد هذا. وانت يا خليفة عاد مو تقول. انا اقول يا بدر ان كاشور مهما اشتغل وقاول الربح مرجوع عندي انا. خليفة هذا ما كنا سليمان هذا. اي والله صارت هذه ذبحتنا بعد. وينك انت؟ ايش الغيبه هذه؟ اهلا اهلا. حياك سلام. تفضل انزل. حياك وحياك. تعال اسمك عبد النعم. يا قزله ما قزله قزله. عطني عطني كنت عطني ناكب. ما مرك انت يا عمرك يا شباب. اهلا سلام بطن. اهلا شلونك؟ اهلا اهلا كيف الحال؟ اهلا يا اخوي سليمان. اهلا شرفت سمايل. الله يخليك. ايه متعود على مسقط فنادق. على فكره يا اخوي سليمان تصدق انا من زمان كنت اتمنى اشوفك اسماعيل. نعم من زمان على الاقل يا اخي ارد المعروف. معروف ايه نسى 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 المعروف. ذكره ذكره. اي معروف. انا وبعدني ويا سليمان اصلا انا وخليفه عمرنا ما ننسى لما كفلتنا في الشرطه. لما كنا نهيت ليليه في الشوارع في مسقط. وانتوا وراكم شيء غير الهياده. ترى اشوفكم جالسين تهيتوا ولا ايش جالسين تسوى الحين؟ من قالك الحين ان جالسين نهيت يعني؟ عطي عطي عطي. الله يسلمك. جالسين الحين نقيس طول الشارع. ها اي نعم جالسين نشوف عدد الخطوات اللي مشيناها هل تساوي الخطوات اللي جيناها ولا لا. اسمك نكت يا خليفة. عموما يا اخواني بالنيابة عن الاخ خليفة يا اخ سليمان انا راح اعزمكم على المقهى. احسنت. لا يا جماعة لا لا انا ما احب ان احنا نروح مقاهي. ايش رايكم ان احنا نتمشى في الطبيعة شوية؟ كيف يعني؟ هين في يعني؟ يعني انا في رايي ان احنا نروح صوب الافلاج والنخيل. ترى طبيعة سمايل وايد حلوة وما ينشبع منها. اي والله صراحة ما ينشبع منها. يلا يلا خلا خلا يلا خلا خلا دورها ركبت سيارته. اما ان تعب. اخ يا الله يا رب سترك. طمني يا خالتي طمني ان شاء الله بيكون خير. سيستر لحظة لو سمحتي. ايوه سيستر الله يخليش طمنيني على جمعة. خير والحمد لله بس ننتظر نتيجة الفحوصات والتحاليل وبنشوف الدكتور ايش بيقول. ان شاء الله بيكون خير. على زينكم. ان شاء الله بيكون خير يا خالتي. بعد زي يا نعم. تفضل يا ابو داود. تفضل يا سليمان. تفضل ابو هذه شريعه الفلق. الله يسلمك. الله يحب. لاقي يحب الله. لاقي سليمان موته الاماكن الطبيعيه يا يحب. هذا مني منبع الفلق ترى. من يطلع الماء يعني؟ هي ما مني من لاك الماء من اجد مدراك انت اي ترى عاد لا فتحه. لا والله يا اخوي سليمان شفت الطبيعه النخيل والخضره نعم. وشوف شوف تحت اشوف هالهواء والوجه الحسن ترى هني. اي نعم. اوه 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 سليمان اوه سليمان بابا مالك با. انا ما ادري انا صح ما افهم في الافلاك شيء لكن تعقل حصان الفلك هذا. انت مهندس زراعي يا سليمان يعني لو كل واحد على خليفه ها عاد حصى في الفلك بيندم الفلك. بيندم نعم بيندم بيندم الفلك. اوه
خير سليمان؟ ايش فيك؟ لا ما في شيء، بس عقلي مشغول شوي. مشغول؟ ايه انا عارف ايش مشغول عقلك. انت المفروض الحين الله يسلمك تكون في شيء من هالفنادق الفخمه الراهيه في مسقط، فما شفت نفسك الا وانت بسمايل وقدامك هالوجوه. والله صح كلامك. اي نعم. لا ونركض ورا بعد نشر عليه. تبغون الصراحه؟ تفضل. انا جاي قصدكم. معقوله؟ انا اعرف اخباركم. اخبار من اخبارنا احنا؟ اي نعم تمام الحمد لله. مثل ما تشوف. لا وصرنا احسن من اول بعد الحمد لله. ترقينا كده. معنا خبر الحين خليفه عنده شركه مقاولات كبيره. ما شاء الله يا خليفه ما شاء الله. يا اخوي يا سليمان المال يجيب مال. الحمد لله. اي نعم يجيب مال. وفلوسي هذه الايام صار لها لسان تنطقبه من كثرتها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نعمه ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله. اشوف غير طبيعي. لاحظ لاحظ. وكيف الاصدقاء؟ اي اصدقاء؟ وين الصداقة هذه الأيام يا أخوي سليمان؟ الله يهديك بس. وبعدين لا تكلمنا على العموميات، لأن كلمة الأصدقاء هذه كلمة مطاطة. يقول لك ما أكثر الأصدقاء حين تعدهم ولكنهم في النائبات يا أخوي بدر قليل. قليل نعم إن قليل. صدق الشعر. صدق الشاعر. صدق نعم. نعم نعم صدق الشعر. وبعدين إذا تبي تستفسر عن الأصدقاء كلمني عن ناس معينين بس، وأنا حاضر. ناس معينة محددين. والله صح كلامك يا خليفة صح كلامك. شيء أكيد يا أخوي سليمان أن الصديق الزين الحلو الأصيل يظهر. يظهر. واللي يدعي أنه صديق يظهر. لا بعد ظهر باين. تقصد من؟ الله يسامحهم بس يا أخوي سليمان الله يسامحهم. بعدين أنا من طبعي وصفتي الحميدة الحمد لله رب العالمين أنا ما أغتاب الناس، ما أتكلم ولا أجيب في سيرة الناس أبدا. أنا بغي أسألكم خالد إيش أخباره؟ إيه خالد خالد تمام تمام الحمد لله. الله عطى على قد نيته وعطى اللي يريده. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. سبحانه وتعالى. انت تعرف خالد الله يسلمك افتح له مصنع. اي نعم وصار يشتغل الحين وملتي في شغل المصنع. وعلى ما اعتقد ان واحد مثل خالد يحب الصناعه لازم يكون متكيف مع المصنع. اي طبعا يا خليفه هذا شيء اكيد. طبعا شيء اكيد. واحد ينتقل من حداد الى صاحب مصنع طبعا هذا شيء عظيم. وسيف ايش اخبار سيف؟ ايش فيكم تنزقتوا؟ ايه سيف؟ تفضل يا اخوي يا خليفة تفضل. ما تقدمك تفضل. الله يخليك يا بدر. يا اخوي سليمان سيفو هذا عقل ما فراسه، ما تقدر تتفاهم معه ابدا. يا اخي ما احبه. ارجوكم خلونا مسيرة هذا الانسان لاني ما داني بعشت الله. ولا بعد عون يقول طور الدلالة وفتح مكتب خدمات. وصديقنا ناصر. اوهو ناصر كلهم يهونوا إلا ناصر. بوي ناصر هذا شايف نفسه. نعم إنه شايف نفسه وعلى موعد على مزرعة خضرة. كيف مو يحسب نفسه إنه صاحب ممتلكات؟ يا ناس يا ناس أنا ما أحب أجيب في سيرة الناس ولا أحب أغتاب الناس، لكن ناصر هذا بصراحة معقدني يا سليمان ومنكد علي حياتي. شوف أنت عاد سليمان صاحبي هذا خليفة أرسل والدته صالحة عند أهل ناصر حتى يخطبوا فاطمة على خليفة. أبا أسألك سؤال يعني إيش رأيك في خليفة؟ خليفة؟ خليفة شاب ممتاز. إيش صاير معه؟ رفضوه؟ رفضوه يا سليمان؟ تكبروا على خليفة؟ رفضوا يعطوه فاطمة؟ ومن ناصر هذا عشان يرفضني أنا من؟ كيف يعني؟ زايد عليه بفلوسه هو؟ حشا؟ غريبة. ناصر هذا أكيد مضيع عقله. يا أخوي سليمان ناصر هذا واقف لي في حلقي مثل العظم منكد علي حياتي، لكن صدقني والله اني ما انسى هذه الاهانه ابدا. وايش اللي فيدك تسويه يا خليفه؟ ايش بسوي؟ انتوا بعدكم ما تعرفوني زين. والله يا اخوي سليمان والله اني ارد للصاع صاعين.
بس أرجوك سليمان أنك ما تزعل مني. ها لا 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 يا أخوي، وأنا إيش اللي زعلني منك؟ لا بس أنا شميت خبر، يعني شميت خبر أن ناصر تقدم لأختك أصيلة وأنت وافقت عليه. بالله عليك بالله عليك يا أخوي سليمان، هذا شاب ينعطي حرمة؟ حاشا والله، هذا ما يستاهل أبدا. سليمان أنت أخ عزيز وغالي علي، وأختك أصيلة بعد مثل أختي، واللي يضركم يضرني، وأنا أشوف أن ناصر هذا ما يستاهلها وما مناسب لها بالمرة. وأنا أقول كذا بعد. واللي محيرني أنت يا سليمان، أي نعم أنت، كيف توافق على زواج أختك من ناصر؟ ليش ما اعترضت؟ ليش ما نصحت الوالد؟ ليش ما وضحت لحقيقة ناصر؟ ومين قال لك أني مرتاح لهذا الزواج؟ لكن إيش يا سليمان؟ ناصر هذا لازم ينكسر خشمه. ينكسر خشمه بس؟ أنا أصلا سليمان من أول باغي أكلمك في هذا الموضوع، لكن أنت بديت وسهلت الأمر. بس كيف؟ كيف؟ إذا أنتوا باغين تحطموا ناصر فأنا عندي الرأي. وإيش هو رأيك؟ هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله أو قصر، طال حبله أو قصر. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد، وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر، بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر، وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.